بيان هام من حركة جيش تحرير السودان إلى جماهير الشعب السوداني حول مصلحية الحوار الوطني. إلى الذين يرزحون في معسكرات النازحين واللاجئين، إلى المقاتلين في الأحراش الذين يقاومون جبروت الإبادة الجماعية وتطهير العرقي، إلى المقاتلين في متاريس الشوارع الخرطوم والفاشر ومدني والأبيض وكسلة وكادوغلي وبورت سودان والدنقلة والدمازين ونيالة وفي كل مدن السودان، إلى التجار والعمال والمزارعين والرعاة، وإلى الأطباء والمهندسين والصحفيين وأساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم العام وكافة أصحاب المهن الحرة، إلى التنظيمات المجتمع المدني، إلى الشباب والطلاب والمرأة، وإلى الأحزاب السياسية، إلى الجيش والشرطة وكافة العاملين في الأجهزة الأمنية من ذوي الضمير الإنساني الوطني. تحييكم حركة جيش تحرير السودان تحية وطنية خالصة تنبع من وجدان وطني عميق. نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بمنعطف تاريخي حاد، نكون أو لا نكون. الحرب مستمرة في دارفور وكردفان لأن النظام لا يزال يتنكر لحقوق أهل الدارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة في المواطنة متساوية، ويبحث عن حلول ديكورية لا تخاطب جذور الأزمة السودانية. أخاطبكم ولا يزال الملايين من أطفالي ونسائنا وشيوخنا يستزلون بخيش في معسكرات النزوح واللجوء لأكثر من 14 عاما. أخاطبكم وبلادنا تواجه تهديدا حقيقيا بالمزيد من التفتيت بسبب سياسات القتل الذي انتهجه النظام أو التي انتهجه النظام، الذي لا يملك سوى التدمير والتشريد. أخاطبكم اليوم وبلادنا تشهد تدهور اقتصادي مريع بسبب سرقة النظام لقمة العيش من فم أطفالنا وصرف 70% من ميزانية الدولة في القتل والتدمير والفساد وسوء الإدارة. في هذا المنعطف السياسي الحاد جاءت فكرة الحوار الوطني القومي كوسيلة للخروج من انهيار الماثل، وقد أجمع معظمنا على صواب الفكرة. وفي طليعتها حركة جيش تحرير السودان وحلفائها في الجبهة الثورية السودانية وقوى نداء السودان والمجتمع الدولي، إلا أن نظام المؤتمر الوطني قد سرق الفكرة وافرقها من مضمونها لإنتاج نفسه من جديد ليمارس فينا التطهير العرقي والإبادة الجماعية، واعتبرها فرصة لخداع الشعب السوداني وتضليل المجتمع الدولي. في هذا المنعطف تود حركة تحرير السودان التأكيد على الآتي: إن ما يسعى إليه المؤتمر الوطني من حشد لعضويته ومن لف لفه من شرائح حلفائه لا صلة له بأي حوار قومي جاد، وإنما هو مجرد تظاهرة ديكورية تهدف إلى قطع الطريق أمام أي حوار وطني جاد، وهو استمرار لمسرحية تضليل الشعب على شاكلة انتخابات مزورة والتي لم تأتي بجديد سوى إعادة ترتيب الصفوف وتوفيق أوضاع واستعداد لمواصلة إبادة الجماعية والتجويع ومصادرة حريات والتقنين الفساد والتشريد. فكيف يكون الحوار بينما الحرب مشتعلة والطيران وحكومة مؤتمر الوطني يقصف الأطفال والمواطنين الأبرياء على المدار اليومي في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، والملايين من المواطنين يرزحون في معسكرات النزوح واللجوء، والحريات مصادرة والاعتقالات التعسفية والديدن أجهزة الأمن اليومي. إن حركة تحرير السودان مع الحوار القومي الجاد الذي وسمت معالمه في خارطة طريق الجبهة الثورية وقوى نداء السودان
والمعززة بقرارات الاتحاد الأفريقي 456 و539. نريد حوارا شاملا وكاملا في ظل توفر استحقاقاته من وقف إطلاق النار المتفاوض عليه وتوفير حريات وضمانات، ومسهل محايد يعقبه مؤتمر تحضيري يؤسس لحوار جاد وحقيقي. تشيد الحركة بموقف القوى السياسية المعارضة المقاطعة لهذه المهزلة في مقدمتها الجبهة الثورية وقوى نداء السودان، وتثمن الحركة الموقف التاريخي والصمود الوطني للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وهو يتعرض لضغوطات متواصلة ليلا ونهارا من أجل النظام أو لأجل مباركة مسرحية النظام، ولكن أبى وصمد. والتحية أيضا للأستاذ فاروق أبو عيسى ورفاقه في قوة إجماع. إن حركة جيش تحرير السودان تسعى مع حلفائها لتحويل معركة المقاطعة إلى برنامج عمل يومي لإسقاط النظام وتحقيق دولة المواطنة بلا التمييز، لا لمسرحية مؤتمر الوطني. عاشت وحدة المعارضة الوطنية فأشهد يا التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله.